بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة في جامعة الإسراء في دائرة التعليم الإلكتروني. معنا اليوم إن شاء الله هنبدأ بمحاضرة مهمة جدا أو لقاء عن اختبار المصفوفات المتقدمة اللي هو الخاص بـ Rapid Advanced Progressive Matrix Test، يعني اختبار المصفوفات المتقدمة لـ Rapid. تعالوا نتعرف على إيش عمل جون رابين في اختبارات الذكاء. جون رابين designed all the problems for his IQ test to put some rules making up a well-defined، يعني انه رابين صمم او جمع جميع المشاكل الخاصة باختبارات الذكاء الخاصة به، ووضع بعض القواعد لحلها على اساس انه هذه القواعد تكون محددة بشكل جيد. In order to solve Rabin advanced matrix problems effectively, you will benefit from learning these rules. يعني انه رابين الان من الممكن انه يكون وضع هذه القواعد لحل مشاكل المصفوفات المتقدمة، فعلينا احنا جميعا انه نتعرف على اهم هذه القواعد. Here are some of the key rules، هنا يعني في عندنا بعض القواعد الاساسية اللي هي وضعها رابين على اساس انه جمع المشاكل، والان بدأ انه يحل بهذه المشاكل من خلال القواعد التي وضعها. اول قاعدة اللي هي constant in rule، يعني هي عبارة عن الثبات في الصف، هنتعرف عليها في الشكل القادم إن شاء الله. In the matrix، في هذه القاعدة above the orientation of the bar is the same in each row but changes down a column. معنى الكلام إنه في القاعدة في أعلاها في الاتجاه الشريط نفسه في الصف، وبعدين بيتغير في العمود. بالنسبة للقاعدة الثانية اللي هي competitive progression اللي هي التقدم الكمي، an increase or decrease، يعني سواء في الزيادة أو نقصان العدد. الآن تعال نشوف الزيادة أو نقصان between adjustment interiors in size position or number، وبعدين بيعطينا بعض الأمثلة، يعني بيكون زيادة أو نقصان في المدخلات المتجاورة سواء كانت في الحجم أو في وضع الشكل أو في الرقم نفسه. An example of this rule is shown below، هذا هو وضحنا بالشكل التالي. الشكل هذا اللي أمامنا the correct answer is 3، تعالوا نشوف ليش الإجابة الصحيحة هو رقم 3. The number of black squares in each entry increases in the top row from 1 to 2 to 3، يعني انه العدد في المربع الاسود في الشكل اللي امامنا بيزداد في الصف الاول، ففي الشكل الرقم 1 اللي هو فوق في الصف بنلاقي انه بس المربع اللي على اليسار الأعلى هو المظلل،
تعالوا نتجه اتجاه اليمين، بنلاقي انه بدل الواحد اصبح مظلل اثنين. في الشكل الثالث اصبح المظلل ثلاثة في الصف بحكي. فعلى هذا الاساس تعالوا نشوف هنا بالزيادة، تعالوا نشوف بالنقصان، بنلاقي انه في الشكل الاول اللي على اليسار، تعالوا نشوف في العمود the similarly the number of black squares in the first column في العمود الاول decreases from 3 to 2 to 1. يعني في العمود الاول بنلاقي انه في عندنا ثلاثة مظللين، وننزل لتحت بنلاقي اثنين فقط، ننزل اكثر بنلاقي انه واحد فقط. يعني في الاول بنلاقي ثلاثة، في الشكل الثاني بنلاقي اثنين، في الشكل الثالث بنلاقي واحد. معنى الكلام انه الان زيادة في النقصان، لكن في الصف هو عبارة عن زيادة في الصف. في الصف بنلاقي واحد، بعدين بزيد إلى اثنين، بزيد إلى ثلاثة. في العمود في زيادة ثلاثة، بينقص في الشكل اثنين، وفي الشكل الثالث بينقص واحد، بينقص اثنين على أساس صار واحد اللي أمامنا زي ما إحنا شايفين. فعلى هذا الأساس ما هو الشكل الصحيح؟ اللي هو شكل ثلاثة. تعالوا نشوف هنا فوق في الصف اللي أمامنا هنا الشكل الثالث، في عنا في الصف ثلاثة مظللين للأعلى، وفي عنا هنا ثلاثة مظللين في العمود، لكن في الشكل اللي بعده مباشرة في عنا ثلاثة مظللين في الصف، وفي عنا اثنين مظللين في اليسار. معنى الكلام إنه رقم ثلاثة هو الصح، على أساس إنه في عنا هنا المظلل في رقم ثلاثة اللي هو في العمود في الصف كله، انه المظللين من اشكال الثلاثة. تعالوا نشوف تتضح الصورة اكثر في الشكل القادم اللي هو الفيجر addition or subtraction، اللي هو الشكل اللي هنا امامنا، يا بالاضافة يا بالطرح، يعني بالنقص، يا بالجمع يا بالطرح. بقول figure from one column is added to or subtracted from another column to produce the third. هنا بقول لك انه في هذا الشكل من العمود الاول يا بنضيف يا بننقص من العمود الاخر، على اساس انه ينتج لنا الشكل التالي. فان اكزامبل از جيفن بيلو، هذا هو على هذا المثال. في عندنا في هذا الشكل في الصف الاول في عندنا الشكل المظلل اللي هو في الاعلى اليسار، في اللي بعديه مباشره اللي هو المظلل في الاعلى اليمين. فنروح احنا جمعنا اللي ما هو مظلل في اليسار وما هو مظلل باليمين، واعطانا التظليل في نصف الشكل الاعلى كله، واضح؟ فعلى هذا الاساس تعالوا نشوف الشكل الثاني في الصف، بنلاقي انه المظلل في الاسفل وعلى اليمين مظلل على في الوسط اللي هو المظلل على اليمين، وبعدين هنا اعطانا المظلل في الاسفل كله، يعني النصف الاسفل للشكل كامل. تعالوا نشوف في الصف الثالث، بنلاقي انه نصف الشكل مظلل على اليسار والنص الثاني المظلل على اليمين، فاكيد حيكون انه الشكل هنا رقم 8، على اساس نجمع المظلل اللي في النصف الاول ونجمع المظلل في النصف الثاني بيعطينا الشكل كامل مظلل اللي هو رقم 8. هذا هو الاجابة الصحيحة. تعالوا نشوف هنا التوزيع اختبار الذكاء على الطالب، بعد ما احنا نعد المقياس ونطبق المقياس ونحصل على الدرجات، كيف بنوزع الدرجات اللي حصلنا عليها بعد تطبيق واعداد، بعد اعداد وتطبيق المقياس. في عندنا في الشكل اللي امامنا في عندنا النورمال
ما بين 90 to 110 اللي هي لو احنا جمعنا ال 90 مع ال 110 بيعطينا 20 و 200 بيعطينا 200 ال 200 على اساس بدنا نطلع المتوسط ونقسم على 2 بيعطينا العدد 100 فال 100 هو المتوسط لدرجات الذكاء. تعالوا نشوف البرايت اور الدل. البرايت اللي هو الشيء العالي او اللامع والدل اللي هو الشيء المنخفض. تعالوا نشوف البرايت. البرايت درجاته ما بين 110 الى 125 واضح؟ مش 120، 110 الى 125 فعلى هذا الاساس بكون عنده يعني متفوق. لكن تعالوا نشوف درجة الفيري برايت اللي هي ما بين 125 الى 150 مقابلها بالضل اللي هو المنخفض ما بين 90 الى 75 هذا هو الضل. لكن الفيري ضل اللي هو ما بين 75 الى 50 واضح؟ فعلى هذا الاساس نيجي نقول انه فوق ال 100 الى 150 بيقعوا ما بين المتوسط والبرايت والفيري برايت، واللي بيقع ما بين 90 الى 50 بيقع الضل او الفيري ضل اللي هو المنخفض جدا. واضح؟ فاهم شيء انه نتعرف على انه الضل بيقع ما بين 75 الى 50 الفيري ضل. تعالوا نشوف السلايد اللي بعد مباشره بيتكلم عن الاتيتيود اللي هو الاتجاه. لو احنا بدنا نتعرف عن الاتجاه بنقول انه هو عباره عن relatively enduring organization of beliefs، يعني هو عباره عن منظومه او منظمه دائما نسبيا من ايش؟ من beliefs من المعتقدات feelings and behavior tendencies towards socially significant objects groups events or symbols. يعني عبارة عن منظومة من المعتقدات من المشاعر من الميول والميول السلوكية، وهي عبارة عن دائما بنقول انه هذه الاتجاهات تختلف باختلاف الاطار المرجعي للفرد. السايكولوجيكال تندنسي that is expressed by evaluating a particular intensity with some degree of favor or disfavor. يعني انه الميل النفسي يعبر عنه من خلال تقييم كيان خاص للفرد مع وجود درجة من الرضا أو عدم الرضا favor or favor. دائما احنا بنقول انه هناك عدة تعريفات للاتجاه كما عرفه ألبر. بقول لك انه الاتجاه هو عبارة عن حالة من التأهب العقل العصبي، يعني هذا التأهب العقل العصبي للفرد هو اللي بنظمها الخبرة السابقة للفرد، وهذه الخبرة بعد أن تنظم لابد أن تصدر من خلال استجابات الفرد أو تظهر من خلال استجابات الفرد. أما في عنا ثيرستون فعرف الاتجاه على أنه هو يعني درجة من العاطفة، سواء كانت العاطفة درجة من الإيجابية أو من السلبية. هذه الدرجة لابد أن تكون مرتبطة بموضوع نفسي وهكذا. الاتجاه بيختلف عن الميل. الاتجاه دائما بيكون إما سلبي أو إيجابي، لكن الميل دائما بيكون إيجابي.
تعالوا نشوف الاتيتيود از فاندمنتال تو ذا سكسس اور فيلر ذات وي اكسبيرينس ان اور لايف. يعني الاتجاه هو عباره عن اساس نجاح الفرد او اساس فشله، واضح؟ فعلى هذا الاساس يعني بنقول انه الاتجاه هو عباره عن يعني منظومه دائما نسبيه، ودائما نسبيه يعني انه ممكن تزيد وممكن تنقص، يعني مش ثابته ثبات كلي. فعلى هذا الاساس بنقول انه منظومه دائمة نسبيا عم يعني بتقل وبتزيد، وهذا دائما بتكون الاتجاه من المعتقدات، من المشاعر، من الميول، اتجاه موضوع، او ممكن يكون مش بس اتجاه موضوع، ممكن يكون اتجاه شخص، ممكن يكون اتجاه موقف، ممكن يكون اتجاه شيء معين. هذا احنا بنعبر عنه اتجاه هذا الشخص او اتجاه هذا الشيء او اتجاه هذا الموقف، بنعبر عنه بالرضا او عدم الرضا، او ممكن انه نعبر عنه من خلال نجاحنا او فشلنا، واضح؟ فعلى هذا الاساس مهم جدا انه نتعرف على الاتجاه. تعالوا نشوف انه هل الاتجاهات بين الافراد لا يوجد بينهما فروق؟ لا، بنلاقي انه في فروق وفي اختلافات بين البشر سواء على الجانب الجسدي او على الجانب الفكري. There is a little difference in people physically or intellectually. يعني في اختلاف، لكن الاختلاف هذا قليل بين الناس سواء على الشكل الجسدي او على الشكل الفكري، يعني افكارهم بتكون متقاربة جدا. ومن ناحية جسدية تأثير الاتجاه على الجسد لجميع البشر بيكون تأثير قليل، يعني اختلاف قليل جدا بينهم. But what does make the difference is attitude. يعني ايش اللي بيجعل وجود هذا الاختلاف في الاتجاه؟ You can take two people of similar background, education, skill and intelligence and find that. تعالوا نشوف لو احنا اخذنا على سبيل المثال شخصين من نفس خلية واحدة ومستواهم التعليمي واحد ومهاراتهم واحدة، ذكائهم واحد، تعالوا نشوف ايش احنا نجد، ايش احنا بنلاقي بين الشخصين في اختلافات. Find يعني نجد that one is the kind of person you are looking for. هذا الشخص اللي أنا ببحث عنه ممكن يكون هذا موجود. طب ليش إني أبحث عنه وجدته الآن؟ على أساس إن الاتجاه اللي بينه وبينه اتجاه إيجابي، فعلى هذا الأساس وجدته. لكن إذا كان الشخص الآخر اللي أنا ببحث عنه كان اتجاهه سلبي، معنى الكلام أنا لا أجده، بمعنى إني لا أتفق معه من النهاية، واضح؟ يعني الشخص اللي بيكون اتجاهه إيجابي معنى الكلام إني ممكن أنا أجده ألاقيه أتفق معه، لكن الشخص الآخر ممكن أن يكون اتجاهه سلبي ولا أتفق معه. تعالوا نشوف structure of attitudes اللي هو بناء الاتجاهات. Attitude structure can be described in terms of three components. يعني هيكل الاتجاه أو شكل الاتجاه أو بناء الاتجاه لازم يتكون من ثلاث مكونات أساسية، حتى مش بس الاتجاه، أي ظاهرة نفسية أنا بعتبر أنها تتكون من ثلاث مكونات أساسية. أي سلوك، أي ظاهرة نفسية زي ما أنا قلت تتكون من ثلاث مكونات أساسية. تعالوا نشوف المكون الأول اللي هو الأفكتيف كومبوننت اللي هو المكون العاطفي. هذا المكون العاطفي this involve a person feeling emotions about the attitude object. يعني ايش معنى المكون العاطفي؟ معناه انه بيشتمل على المشاعر، بيشتمل على عواطف الشخص لكن نحو موضوع الاتجاه. يعني بمعنى الكلام هذا لا يتحقق الا عندما يكون وجود شخص معين
وجود موقف معين، وهذا الشخص يكون لديه مشاعر وعواطف، بعد كده بنقول انه تحقق المكون العاطفي بوجود الشخص، بوجود الاتجاه نفسه، وبوجود المشاعر والعواطف لدى الشخص. تعالوا نشوف مثال على الافكتيف كومبوننت. فور اكزامبل، اي ام سكاتر او سبيدرز، اي ام سكارد، اي ام سكارد او سبيدرز، انا اخاف العناكب. بمعنى انه هذا الخوف هو عبارة عن المشاعر، هو عبارة عن العواطف، فعلى هذا الاساس تكون هذا الافكتيف كومبوننت. I am scared of spiders. تعالوا نشوف المكون الثاني من مكونات الاتجاه اللي هو البيهيفيرال كومبوننت، اللي هو المكون السلوك. The way the attitude we have influences how we act or behavior. ايش يعني معنى الكلام هذا؟ انه المكون السلوكي هو عبارة عن طريقة الاتجاه نفسه، هذه بتأثر على الموقف نفسه، بتأثر على افعالنا، بتأثر على تصرفاتنا، بتأثر على سلوكنا، فعلى هذا الاساس سميناه behavior. بتأثر على الفعل، بتأثر على العمل، بتأثر على السلوك. تعالوا نشوف مثال. هناك سكار أو سبيدرز، هنا إيش بقول؟ لما أنا يصير عندي أنا مشاعر اتجاه أخاف العناكب، طب تعالوا نشوف إيش بيصير هنا. I will avoid spiders. أنا سوف أتجنب العناكب. ممكن يكون في صراخ، أنا أتجنبها بعملية الصراخ. If I see one، إذا أنا شفت واحد منها أنا ممكن إني أتجنبها أو أصرخ. عفواً. فعلى هذا الأساس إني بعد ما أنا الآن أخاف من العناكب، هنا أنا بسلك سلوك. إيش السلوك اللي أنا أتجنبها؟ السلوك إني أنا أتجنب. تعالوا نشوف المكون الثالث للاتجاهات اللي هو الكوجنيتيف كومبوننت، اللي هو المكون المعرفي. This involves a person belief. المكون المعرفي بيشمل على ايش انا بعتقد، ايش انا بعرف، ايش عندي انا معلومات عن موضوع الاتجاه. About attitude object. يعني this involves a person belief knowledge about an attitude object. يعني ايش انا عندي معتقدات، وهذا ما بيتضح إلا من خلال المثال اللي حنطرحه. يعني أنا في المثال الأول العاطفي أنا أخاف العناكب، في المكون السلوكي أنا أتجنبها، في المكون المعرفي I believe spiders are dangerous. أنا أعتقد أن العناكب خطرة. على هذا الأساس المكون المعرفي هو عبارة عن زي ما احنا بنقول المعارف، زي ما احنا بنقول المعتقدات، هي المعلومات، هي الحقائق، هي الأحكام، هي القيم التي ترتبط بموضوع الاتجاه، ودائما تكون بشكل يا اعتقادي يا معرفة يا حكم على الموضوع الاتجاه. تعالوا نشوف types of attitudes. تعالوا نشوف ايش انواع الاتجاهات. من اهم انواع الاتجاه depending on، الاعتمادية على الموضوع. طب جيب لي مثل على الاعتمادية على الموضوع. الcase of career. الكارير هو احنا ممكن نقول الوظيفة. على هذا الاساس الاعتمادية على الموضوع زي حالة الشخص نفسه، الوظيفة اللي بيقوم فيها، فهذا نوع من انواع الاتجاهات. النوع الثاني من انواع الاتجاهات الانديفيديوال اتيتيود، وبعدين مش عايزين احنا نقول بالاتجاه الفردي، ممكن يكون اتجاه جمعي او جماعي. يعني الاتجاه الجماعي يعني هي عباره عن الاتجاهات الجماعيه، هي عباره عن اتجاهات بتعبر عن اراء عدد كبير من
أفراد المجتمع. لما نقول عدد كبير من أفراد المجتمع، إيش اتجاههم نحو الحرب أو السلام؟ واضح؟ فهل يكون عدد كبير من أفراد المجتمع كما نقول اتجاهات جماعية. ممكن هذه الاتجاهات ممكن تكون اتجاهات بوزيتيف أو ممكن تكون نيجاتيف. فعلى هذا الأساس هذا هو اللي ما يفرق الاتجاهات عن المدن. تعالوا نشوف الاتجاهات الأخرى، ممكن تكون towards goals، اتجاهات نحو الأهداف أو أهداف الاتجاهات. زي إيش المثال؟ towards a particular issue، يعني اتجاهات نحو قضية معينة، اتجاهات نحو موضوع معين. واضح شو بقول؟ وممكن كمان الاتجاهات ممكن يكون من أنواعها إنها تكون قوية أو ضعيفة. فإذا كانت قوية يعني تبقى قوية على مر الزمان، وإذا كانت ضعيفة معنى الكلام إنه ممكن أن يتخلى عنها الفرد بسهولة. تعالوا نشوف طرق قياس الاتجاهات، methods أو measures attitude. هذه مهمة جدا هذه الطرق، على أساس إنه من خلالها بعد ما إحنا نطبق الاختبار لابد أن يكون هناك في قياس للاتجاهات، يعني مستوى للعبارات أو مستوى للفقرات اللي أنا عايز أحطها في المقياس. تعالوا نشوف The Likert Method 1936 اللي هي طريقة ليكارت، وهذه تعتبر من الطرق الفيموس أو it's one of the most common methods، يعني أنا بعتبرها من معظم الطرق الشائعة جدا في الاستخدام، ممكن تستخدم لقياس الاتجاهات أو الأشياء هذه الطريقة. تعالوا نشوف and is the most comprehensive and accurate and easy to make. It is easier and easier to apply، يعني معنى الكلام انه هذه هي طريقة سهلة ويسرة في عملية التطبيق واكثر شمولا ودقة من باقي الطرق الاخرى. Likert identify the trend، عرف الاتجاه بانه هو عبارة عن اتجاه نحو نوع معين أو موضوع معين. هذه الحالة أو الموضوع على سلم يتكون من خمس مستويات أساسية. تعالوا نشوف هذه المستويات. The Likert Method 1936، تعالوا نتابع ونقول الخمس مستويات اللي وضعها لكر اللي هي الـ very okay، وبعدين في إن الـ okay أو natural، not agree، strongly disagree، اللي هي very okay يعني موافق جدا، very agree، very agree اللي هي موافق جدا، وبعدين في إن الـ agree اللي هي بدل الـ okay ممكن نقول agree، وبدل الـ very okay ممكن نقول very agree، وهذا هو الصح. Very agree، agree، natural، أو بعدين not agree، وبعدين disagree أو severe disagree، يعني إنه موافق جدا وموافق محايد، غير موافق أو غير موافق بشدة. طب تعالوا نشوف كيف إحنا بدنا نصحح هذه العبارات لما تكون تحت هذه المستويات. If the answers are positive، إذا كانت الإجابة بشكل إيجابي، the give the following order، بنعطيه كالتالي. العبارة الأولى اللي هي very agree بنعطيها رقم 5، number 5، وال okay اللي هي ال agree بنعطيها 4، وال natural اللي هو المحايد المتوسط يعني تاع المستويات بنعطيه number 3، و not agree بياخذ number 2، و this أو severely disagree بياخذ رقم 1. لكن تعال نشوف لو كانت الإجابات بشكل سلبي مش بشكل إيجابي. شكل سلبي يعني العبارة بتبدأ بلا أو بعدم، هاي معناها السلبي. But if the answers are negative،
they are given in the following order. تأخذ المستويات التالية اللي هي 1 2 3 4 5 وهكذا، على أساس إنه العبارة النيجاتيف بتبدأ من 1 2 3 4 5 بس البوزيتيف بتبدأ 5 4 3 2 1. إن شاء الله هذا كله هنشوفه في الجانب العام. تعالوا نشوف الطريقة الثانية اللي هي تاعت بوغارديز ميثود اللي هو 1925 اللي هو يعني عدها في سنة 1925 اللي هي طريقة بوغارديز. طريقة بوغارديز it's called the social dimension method، يعني احنا ممكن احنا نسميها طريقة البعد الاجتماعي، طريقة المسافة الاجتماعية، طريقة البعد الاجتماعي. واضح؟ على هذا الأساس تعالوا نشوف على إيش هي تحكي هذه الطريقة. This method immigrated يعني انبثقت among the national groups بين مجموعات عالمية where the social dimension measure contains expression. يعني هذه الطريقة تتضمن مقياس السوشيال ديمنشن البعد الاجتماعي، وبتقيس ايش؟ بتقيس عبارات، هذه العبارات تشتمل على ال forces of the individual هو الفرد، تشتمل ايضا على tolerance اللي هي التسامح، تشتمل ايضا على disobedience اللي هو العصبية يعني عدم الطاعة يعني العصبية، وممكن تشتمل على acceptance اللي هي القبول or dislike اللي هي الكراهية سواء كانت للمجموعة أو للجن. تعالوا نشوف آخر طريقة من طرق أو قبل الأخيرة اللي هي طريقة جيتمان. The جيتمان method اللي هي ما بين 1950 to 1947 يعني هي العكس ما بين 1947 إلى 1950. واضح؟ فعلى هذا الأساس هذه الطريقة هي عبارة عن graduated scale يعني مقياس متدرج. احنا عارفين المتدرج ممكن يكون في القوة أو ممكن يكون متدرج في الصعوبة. Which the paragraphs of the least support the larger. يعني ممكن إنه بتكون الفقرات الأقل مدعومة بالأكبر. هذه الطريقة لا نستطيع أن نفهمها بالصدق إلا عندما نتعرف على الأمثلة اللي بتطرحها هذه الطريقة. So that if the subject agree on certain terms يعني إذا الموضوع تمت موافقته على شروط معينة ف it's also agree with all the paragraph يعني هذا بيتم الموافقة على جميع العبارات اللي بتعبر عن هذا الاتجاه ولو كانت بشكل أقل يعني مستواها أقل. هتتضح لنا في الأمثلة التالية. تعالوا نشوف طريقة جيتمان من أمثلتها the end of the university level اللي هي نهاية المستوى الجامعي نهايتها لا تكفي لتثقيف الفرد. تعالوا نشوف the end of the university level is not enough to educate the individual. Yes or no. فإذا كانت yes معنى الكلام هذا ستنطبق على جميع المراحل الثانوية والابتدائية. ليش؟ لأن المرحلة الثانوية أعلى من المرحلة الجامعية أعلى من المرحلة الثانوية والابتدائية. واضح؟ فما ينطبق على المرحلة الجامعية لابد أن ينطبق على المرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية إذا كانت الإجابة بيس. The end of the secondary level is not enough to educate the individual yes or no. The end of the
preparatory level is not enough to educate the individual, yes or no. واضح؟ على هذا الأساس ما ينطبق على المرحلة الجامعية ينطبق على جميع المراحل. تعال نشوف آخر مرحلة من مراحل قياس الاتجاهات اللي هي طريقة ثيرستون. طريقة ثيرستون it's used to measure attitude towards a number of subjects. يعني هذه الطريقة تستخدم لقياس الاتجاهات على نحو عدد من الموضوعات. لابد أن يكون لدينا ظاهرة نفسية أو موضوعات نفسية على أساس أنه نستخدم هذه الطريقة مع. This measure consists of a number of phrases. هذه الطريقة تتكون من عدد من العبارات including commas. Including commas يعني ممكن تشتمل أيضا على الفواصل، ممكن تشتمل على الايكوال سبيسز اللي هي المسافات المتساوية. which describe the direction from maximum to the maximum negative. يعني تصف الاتجاه من الحد الأقصى إلى الحد الأقصى السلبي. واضح؟ فتعالوا نشوف الميثود أوف ميجر اتيتيود اللي هي طرق قياس الاختبارات التحصيلية. لا هي الميثود اكاديميك اتيتيود. اكاديميك academic attitudes. طرق قياس الاختبارات التحصيلية اللي هي عندنا achievement tests اللي هي ممكن احنا نستخدم الكتابية وممكن نستخدم written test، ممكن نستخدم الكتابية، ممكن نستخدم اختبارات الفهم، ممكن نستخدم oral test اللي هي الاختبارات الشفوية، ممكن نستخدم الـ Objective Test، ممكن نستخدم الـ Easy Test. الـ Essay Test اللي هي عبارة عن الاختبارات المقالية، لكن الاختبارات الموضوعية اللي هي فيها الـ True or False وفيها الـ Multiply وفيها Multiply Choice وفيها الـ Completion اللي هي التكملة. واضح؟ فعلى هذا الأساس هذه هي الاختبارات اللي ممكن احنا نستخدمها في الاختبارات التحصيلية. في نهاية اللقاء اشكركم على حسن الاستماع واتمنى لكم النجاح بدرجات عالية ان شاء الله. وفي نهاية اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.